السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبتسمعوا كلام بابا وماما. ها، حفظتوا السورة اللي فاتت، سورة الناس؟ طيب وكتبتوا انتوا عملتوا ايه وانتوا بتحفظوا؟ زي ما اتفقنا ان شاء الله كل اللي يحفظ السورة او يقرأها مع ماما او يقرأها مع بابا يا ريت يقول لنا هو عمل ايه، هل هو فعلا قرأها كويس، في مشكلة طب قابلته عشان ممكن ان شاء الله نساعده فيها. ويا ريت لو حفظها يا ريت يكتب ان انا الحمد لله حفظت السورة، عشان قلنا اصدقائنا يشوفوا اللي انت كاتبه ويتشجعوا ويعملوا زيك. ماشي اصدقائي، ان شاء الله معاكم عمو احمد زي ما اتفقنا قبل كده. يا ريت اللي سمع الفيديو يكتب اسمه تحت في التعليق عشان نتعرف على بعض وكل اصدقائنا يتعرفوا على بعض. النهاردة ان شاء الله هنحفظ سورة الفلق، تاني سورة من جزء عام. نبدأ يا اصدقائي، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي القطر جه. اللعبة ديت بتعلم ازاي نحفظ السورة كلمة كلمة. يعني مثلا سورة الفلق اول آية فيها بتقول قل اعوذ برب الناس. فالآية متكونة من 4 كلمات، فالقطر هنا مقسم ال4 كلمات على كلمتين وكلمتين. هناخد كل كلمتين ونحطهم في العربية بتاعتهم، والأطفال اللي انت شايفينهم جوه الصغننين دول هيقرأوا الآية. تيجي نجرب كده، يلا. يبقى أول كلمة في الآية قل أعوذ، قلناها مع بعضنا يا أصدقائي. أنا عايز بقى طول ما احنا قاعدين نحرك بقنا واحنا بنسمع الآيات، ماشي؟ قل، قول ورايا يلا. قل قل أعوذ، قل أعوذ. جميل يا أصدقائي، أنا سامع ناس بتقول أهي، أنا أهو سامع ناس الحمد لله بدأت تنطق أكيد. طيب قل أعوذ إيه؟ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. يبقى أول آية بتقول قل أعوذ برب الفلق. هقولها تاني مرة عشان أصدقائي يقولوا معانا. قل أعوذ برب الفلق. الآية اللي بعدها بتقول إيه طيب؟ نخلي كده نحط الآية على العربية بتاعة القطار. من شر الله. يبقى تاني آية بتقول من شر ما خلق، من شر ما خلق. طب حد فاكر أول آية بتقول إيه؟ أول آية بتقول قل أعوذ برب الفلق. الآية اللي بعديها بتقول من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جميل جميل يا أصدقائي، تعالوا نكمل بقية الآيات. ومن شر غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب. اقرأوا معايا يا أصدقائي، هقولها تاني بالروح. ومن شر غاسق إذا وقب. جميل. الآية اللي بعديها ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد،
في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. على فكرة يا أصدقائي، وإحنا بنقرأ كده وإنتوا بتقرأوا معايا، أنا هحفظكم الصورة إن شاء الله بأكتر من طريقة. كل طريقة وإنت بتقرأ بيها معايا إن شاء الله في نهاية الفيديو هتكون شبه حفظتها. لو كررت الفيديو مرة، الفيديو لو شغلته مرة واتنين وقرأتها مع ماما مرة واتنين، أكيد إن شاء الله هتحفظها، عشان إنتوا شاطرين وبتركزوا. وقبل أي حاجة ادعي قول يا رب حفظني القرآن، عشان اللي يحفظ القرآن إيه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيدخله الجنة. وكل آية بيحفظها بيرفع درجته في الجنة، بيحطه في مكان أحسن في الجنة. كل ما يحفظ آية ربنا يحطه في مكان أحسن في الجنة. غير ده كله بقى، اللي بيحفظ القرآن بيلبس والده ووالدته، أبوه وأمه يعني، بيلبسهم تاج من نور. تاج، عارفين التاج اللي بيتحط على الراس دوت؟ بيلبس باباه ومامته تاج من نور. فشوفوا بقى حفظ القرآن عظيم قد ايه يا اصدقائي. يلا نتشجع ومنكسلش، والقرآن سهل. ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ربنا سبحانه وتعالى سهل حفظ القرآن. نكمل يلا يا اصدقائي، يلا نكمل يا اصدقائي. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. يلا نكمل يا أصدقائي. احنا كده خدنا القطار، وخدنا فكرة عن سورة الايه؟ الفلق. سورة اسمها ايه؟ سورة الفلق. طيب ناخد لعبة تانية برضو بتساعدنا ان احنا نحفظ سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الاطفال او الطفل اللي قرأ الآية قال بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي عندي 3 طيارات، كل طيارة فيهم ماسكة آية وراها اهي، شايفينها؟ يعني اول آية فوق، ومن شر غاسق اذا وقب، والآية تحتيها والآية تحتيها. انا هختار الآية اللي هو قالها. هو دلوقتي قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اختار دي اخر واحدة تحت. أول آية فوق، قل أعوذ برب الفلق. اختار أول طيارة. اخترت أول طيارة. من شر ما خلق. من شر ما خلق. تاني طيارة اللي تحت ديت اختارها. صح. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. دي تالت طيارة من تحت أهي، أول واحدة من تحت. أول واحدة فوق، ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. أنهي واحدة؟ آخر واحدة تحت. كده يا أصدقائي إحنا خدنا سورة الفلق مرة عن طريق القطار ومرة عن طريق الطائرات. تعالوا دلوقتي بقى نخش مع أصدقائي
برضو بيقرأوا سورة الفلق، هنقرأ معاهم. تعال نخش كده معاهم. كل واحد من أصدقائي اللي واقفين دول ماسك آية، وفي واحد بيقرأ الآية، فاحنا هناخد من كل واحد فيهم الآية اللي هو بيقرأها ونحطها مكان الآية بتاعتها فوق. نبدأ يلا يا أصدقائي. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. أول آية بتقول قل أعوذ برب الناس. أو الولد دوت اللي مسكها الآية دي، أخدها كده أحطها فوق. قل أعوذ برب. يلا نبدأ يا أصدقائي، هناخد أول آية ونحطها فوق. أول آية بتقول قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. تاني آية بتقول من شر ما خلق. تالت آية بتقول ومن شر غاسق إذا وقب. رابع آية بتقول ومن شر النفاثات في العقد. على فكرة يا أصدقائي، أنا بديكوا الآيات دي عشان ودنكم بس تاخد على الآيات، لكن في آخر آخر لعبة هتسمعوا الآيات ديت كلها كاملة والسورة كلها كاملة، هأكد لكم كل اللي انتوا سمعتوه في أول الفيديو. نكمل يا أصدقائي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من نكمل يا أصدقائي. دلوقتي هنقرأ السورة مع الأطفال اللي بيقرأوا، كلهم أطفال شاطرين وبيقرأوا بصوت عالي. أوعى حد يكسل، لازم كلنا نقرأ. واحد بيقرأ، طفل بيقرأ، وكل أصدقائه بيرد عليه. فاحنا ان شاء الله وهو بيقرأ نسيبه يقرأ، نسمع منه الاول. اصدقائه بقى احنا نقرأ مع اصدقائه، وهم اصدقائه بيردوا عليه وبيقرأوا، احنا نقرأ مع اصدقائه. هو حد يا اصدقائي ما يقولش معايا عشان كلنا نحفظ. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا اصدقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر جميل قوي يا أصدقائي. نعيدها تاني مرة يا أصدقائي عشان نحفظ. يلا احنا أول مرة قلنا، نقولها تاني مرة عشان نحفظها كويس. يلا قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ.
يلا يا أصدقاء نسمعها تاني مرة عشان نحفظها كويس. خلاص كده يا أصدقائي آخر مرة هشغلها، بس يا ريت محدش يقعد ساكت، ولازم الكل يقرأ معاه عشان الكل يحفظها، عشان كده عمو أحمد هيزعل منكم. يلا يا أصدقائي الكل يقرأ، يلا هو حد ما يقرأش عشان نحفظها كويس. ويا ريت بعد ما نخلص الفيديو شغلوا الجزء الأخير اللي هو فيه الأطفال هما بيقرأوا، عشان تقرأوا معاهم السورة كاملة يا ريت. ويا ريت كل واحد ماما تبقى جنبه وهو بيقرأ عشان تراجع له وتخليه يحفظ. احنا كده الحمد لله يا اصدقائي خلصنا سورة الفلق، واتمنى منكم ان انتوا تسمعوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة، وبعد ما تسمعوه ممكن تخلوا كل واحد فيكم يخلي مامته قاعدة جنبه وتساعده في الحفظ، وممكن يعيد معاها السورة مرة واثنين وثلاثة. صدقوني مش هتاخد معاكم حاجة، في خلال نص ساعة ساعة ان شاء الله هتحفظ السورة. وياريت كل واحد ربنا يكرمه ويجتهد ويحفظ السورة، يكتب ان هو الحمد لله حفظ السورة، يكتب كده الحمد لله انا حفظت السورة، ولو اسمه يكتب اسمه كمان يا ريت عشان نتعرف على بعض اكتر واصدقائنا يتشجعوا. احنا كده خلصنا الحلقة بتاعتنا، واشوفكم بخير ان شاء الله، وهتوحشوني اصدقائي، مع السلامة. عمو احمد يتمنى ان انتوا ان شاء الله تحفظوا الصورة زي ما هو قال لكم عشان ما يزعلش منكم، ونسمع كلام بابا وماما. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.